بسم الله، السلام عليكم. بون، السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. والله غير شي نقول لكم، شفنا الحاله تاع عمي دحمن، ما كاش اللي ما يعرفش عمي دحمن هو هبيبه بنت الشيما اللي راه في حاله حرجه ومحتاج عمليه مستعجله في زراعه الكبير في تركيا بمبلغ يقدر 39 مليون. واحنا كشغل ما على باليش، احنا كشباب شغل جاتنا واحد الفكره في راسنا انه نقدروا لها غير هنا في بورقيقة، نقدروا لها باغ اكزومبل شحال كاين من دار لهنا في بورقيقة، كي كل دار تمد له 100,000، كل دار ما نقولوش كل انسان ولا كل عائله، كل دار تعطي له 100,000. راكم تعرفوا وين شكون، وعنده النيميرو سي سي بي تاعو، راه عنده كلش، رقم الهاتف كذا منا، الحقوا ليه للدار، كل دار تعطي له 100,000، تلحق للدار تحط له 100,000 ولا تفرسيها له في السي سي بي تاعو في 3 ايام 4 ايام اللي يمولوا هذا المبلغ. وانا عارف اللي يمولوا بلدية برقيقة، الساحل، جرمان، الجنود، برينو، فايا، جولالا، كاع الحوايج كاع، أنا على بالي باللي تقدروا لها ونقدروا نعاونوا عمي دحمن. ما كاينش عمي دحمن. بارك الله فيك، تعرفوا كاع يسكن صغيرنا وكبيرنا. كاع خدمنا عنده، يسمع على بالي، أنا على بالي باللي تقدروا لها، كل دار 100,000 ثلاث أيام 4 أيام اللي يمولوا المبلغ تاعو ويروح يداوي. وميساج الأسامة وليدو، ما دامك أنت مستعد تموت باش يحيا باباك، حنا كان مستعدين نديروا كلش باش يحيا باباك. هذه هي ونقدروا لها الأولاد إن شاء الله. إن شاء الله. راه معروف بورقيقة، ما كاينش اللي ما يعرفوش كبير وصغير هنا بورقيقة، وليد في اليد واللي يمولوا إن شاء الله. اللي ما يقدرش يعاونوا كما يقولوا بمبلغ مالي يعاونوا هذا ما إن شاء الله. ما كانش تفضل غير بس نعدوا إن شاء الله. ان شاء الله. واش هي كي راني نقول هكا برك ما تردوش عليها، والله ما راهي واعره، كل دار 100,000، انا عارف باللي كل دار 100,000 تقدروا لها. راه في حاله حرجه. قلنا اللي ما يقدروش يدعي له، بصح انا على بالي، هذا المبلغ، باللي هذا المبلغ البسيط والله غير كل عائله تقدر له، سيرتو في هذا الشيء، وسيرتو في عمي دحمد. راه وليت هاشمية ويستاهل. والله في عواشر ان شاء الله، رانا مقبلين على شهر رمضان. ان شاء الله. وجماعة السلام عليكم، بارك الله فيكم. ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشفي ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.